أيها الحضور الكريم، كنا جميعا منذ لحظات أستشعر بالقلوب تحركت من مكانها وتزلزلت أركان هذه الأجساد مع كلمات القرآن الكريم. فربنا صدق في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. فما بالكم بقلوب مؤمنة تتحرك لكلمات القرآن الكريم. لكن الآن فلتستعد القلوب. لماذا؟ جاء الدور أن تتحرك القلوب الآن محبة وشوقا لرسول الله. فضيلة الشيخ منتصر الأكرت، الشيخ محمود، زلزل القلوب باتقوا الله، وزلزل القلوب بمحمد رسول الله. والقلوب الآن تحتاج إلى الطمأنة بحبيب قلوبها الذي أرسله الله طمأنة للقلوب والأبدان، مع فضيلة الشيخ منتصر الأكرت، وحبا وشوقا في رسول الله صلى الله عليه وآله. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا نعمة مسداة يا رحمة مهداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا يا رب. ما لي سواك حبيب، يا رب ما لي سواك سند، يا رب الوجود، يا إلهي، سيدي يا رسول الله، يا نور الوجود، يا روح الأرواح،
النبي يا راضيا اهدي
المحبة راضيا فاصنع بقلبي ما ترى. قدري ما شئت من نعيم
صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. سيدي يا رسول الله، على قدر أصوغ لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريح. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا، ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا.